نرجع للجزء الرابع ونرحب بكل من التحق بنا من مشاهدين ومشاهدات برنامج سون ليميت. نرحب بضيفنا، ضيف شبه قار في برنامج سون ليميت، سي مراد بن صالح، كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مختلف أسلاكها. مرحبا بك سي مراد. يعيشك، مرحبا وشكرا على هذه الدعوة. يعطيك الصحة سي مراد. نحكي معك اليوم على عديد المواضيع. عن نشاطات أمنية كبيرة في جهة المنستير، جرائم قتل متعدة، انتشار الجريمة، احنا باش نحكي فيه من دو كوتي. الكوتي الإيجابي هو سرعة العمل الأمني واليقظة الأمنية لإطاراتنا في جهة المنستير، لأنه الجنات كلهم تقريبا تشدوا، خاصة جريمة القتل الشهيرة اللي حكيوا عليها العباد الكل في الفرينة، متاع راجل عمره 60 أو 61 عام، قتلوه زوز كانوا باش يسرقوا من عنده عجل، معناها على خاطر عجالي قتلوا راجل في الفرينة وحطوه في القمة وحطوه فوقه مدرية. هنا الجنات تشدوا في أقل من 24 ساعة في خنيس. بالطبيعة نجاح أمني مرة أخرى، نجاح وحداتنا الأمنية بإقليم الأمن الوطني بالمنستير بمختلف اختصاصاته في أقل من 24 ساعة. كما كنت تحكي، تم إماطة اللثام على الجريمة البشعة اللي شهدتها مدينة خنيس، وبالفعل راح حياتها معناها أحد المواطنين اللي يخدم معناها كحارس ديوان التطهير. الغاية كانت بعد الأبحاث الأولية واعترافات الجنات كانت بدافع السرقة، وعندما تفطلهم الضحية تم معناها الاعتداء عليه بآلة حادة أدت إلى وفاته، ثم اختفوا على الأنظار. مرة أخرى تثبت الوحدات الأمنية مدى جاهزيتها وقدرتها على فك رموز مثل هذه الجرائم، وحاليا هم رهن الإيقاف طرفين وتم تقديمهم للنيابة اللي باش تحيط واعترفوا بالقتل بطبيعة الحال، وتم حتى تشخيص الجريمة واعترفوا بكل حيثياتها وأسبابها ومسبباتها. هذه نقطة. نقطة ثانية، سمعنا بحرق سيارة أمنية في قصر هلال نفسه، واللي كان فيها معناها إطار أمني معناها هو ضحية. مرة أخرى الوحدات الأمنية، والمرة هذه نحب تحية لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال اللي في ظرف قياسي تم كذلك التعرف على صاحب الفعلة واعترف كذلك معناها بإقدامه على حرق هذه السيارة اللي على ملك عميد بالديوان الوطني للحماية المدنية، وكذلك هو رهن الإيقاف في انتظار استكمال الأبحاث معه وإحالته على الممثل النيابة العمومية. هذه ما عندهاش علاقة بالتطرف بالحادثة بتاع قصر هلال الحقيقة، لأنه معناها حسب اضطرابات نفسية أو ما شابه ذلك. المهم تم إيقاف الجاني اللي سمعته كونه هو مدمن كحول. الجاني هذا هذوما تقريبا زوز الحادثات الأخيرة اللي صارت في جهة المنستير. بيسي مراد، نحكيوا على تحركاتكم أنتم كنقابة. سمعنا كونه سيد شكري حمادة رئيس أو كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي محضر لمؤتمر صحفي، النقابة الوطنية محضرة مؤتمر صحفي، فاش باش يتمثل؟ شنو هي الحقائق التي ستكشف في هذا المؤتمر؟ سمعنا كونه هنالك حقائق ستكشف وستسمى بمسمياتها في المؤتمر هذا. برشا ناس متعطشة أنها تسمع الحقيقة، تسمع الحقائق اللي قاعدة تصير في تونس. المؤتمر هذا وقتاش باش يتم الساعة؟ المؤتمر إن شاء الله 4 فبراير، ولكن بعد إذنك ماذا بيا أن الموضوع الأولاني ما نجيبش نفوتو. اولا نحيي كل قوات الامن الداخلي بمنستير على مجهوداتها الجباره. نحب نبين باعتبارنا كنقابه النقص الفادح في العنصر البشري، وهذا من خلال منبركم حتى دعوه الى سلطه الاشراف بضروره تعزيز العنصر البشري للوحدات الامنيه المتمركزه في مدينه المنستير. مره اخرى نحب ندعو انه المعالجه الامنيه لظاهره السرقه وللجرائم بمختلف انواعها، اراه المعالجه الامنيه فقط ما لن تجدي اذا ما ثماش يعني مراعاة للظروف الاقتصادية ومراجعة للظروف الاقتصادية والاجتماعية. يعني كل الأطراف المتداخلة عليها أن معناها تعمل معناها مع بعضها من أجل إيجاد حلول لمشكلة السرقات اللي في الحقيقة يعني فما النقلة وفما ارتفاع، هذه حقيقة ما نجمش ننسى معناها الجريمة البشعة كذلك اللي راح ضحيتها أحد المتساكنين مدينة منزل كامل وما شهدته كذلك من بعض الاضطرابات. نحب من خلالكم كذلك تحية إلى كل أهالينا في منزل كامل اللي كانوا في مستوى راقي من الاحتجاج على ما وقع من سرقات وحماية المقر الأمني، وكان حتى تحركهم واحتجاجاتهم كان بشكل حضاري، أكد مرة أخرى مدى وعي المواطن التونسي على الأقل في جهة المنستير بدون ما يضر بالمكتسبات العامة والخاصة ويعبر عن احتجاجه. كان زاد مساند لنا
في ضرورة توفير العنصر الأمني اللي كما حكيت تفتقر ليه جل الوحدات الأمنية. وهذا كلام على مسؤوليتي لأني نعرف الحقائق. علاش نحب نحيي كل قوات الأمن الداخلي؟ نعرف النقص الفادح العباد على حساب عائلاتهم على حساب ظروفهم الصحية في البلد. علاش سي مراد علاش ما يتمش ريكروتمون تاع أمنيين جدد؟ علاش إذا كان عندنا هالنقص هذا وعندنا بطالة هذه بشكل هذا هاو سيكتور نجمو نكريتيو فيه معناها هاو نجمو نحدو حتى من البطالة وأميم طون نعزو من الأمن القومي نتاعنا في تونس؟ كلمتنا نعاودوها ديما ما فماش إرادة سياسية صادقة أعتقد في معالجة الملف الأمني. اليوم كي نحكيو على 3 سنوات بدون انتداب طبيعي جدا عن الناس تخرج للتقاعد وتحال على شرف المهنة ما يتمش تعويضهم. اليوم كي نحكي على وحدات أمنية تخدم ما نجيبش واجب التحفظ باش نعطيك النومبر بالضبط ولكن على حساب بعضهم فما ناس تخدم في ما يعادل عمل 2-3 أعوام طبيعي جدا باش معناها باش ينعكس على صحته باش ينعكس على قواه كلها باش تنزاف القوى وبالطبيعة ما يعطيش زادة النجاعة والمردودية المطلوبة منه. ومع ذلك كما كنت نأكد من البداية وشفته في عدد القضايا يتم الكشف بسرعة قياسية هذا يأكد مرة أخرى مدى نجاعة وفاعلية كافة الوحدات الأمنية بجهة المنستير. به نرجع للمؤتمر اللي نظمته النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وقتاش وكش يتم قتل 4 فيفري هكا 4 فيفري هو أن الندوة الصحفية اللي أعلنت عليها الهيئة النقابية الموسعة لقوات الأمن الداخلي تصحيحا ليك سي عبد السلام سي شكري حمادة هو الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. القرار كان أخذته الهيئة النقابية الموسعة اللي اجتمعت السبت الفارق بمدينة الحمامات وأعلنت على وقفة احتجاجية كبرى ستكون يوم 7 فيفري أمام وزارة الداخلية لأسباب سآتي عليها تباعا. شنو الأسباب؟ شنو المطالب وشنو الأسباب؟ المطالب واللي اليوم بديناها بتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية وكانت وقفة كبيرة من مختلف الأسلاك الأمنية ومختلف أنحاء الجمهورية كانت بعد صمت للأسف سلطة الإشراف وإدارات الحرس الوطني على موضوع حارق وهو موضوع تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية. تعلم الناس الكل وأن قانون الجمعيات انطبق عليه قانون الانتخاب وغيره. اليوم قانون حبر على ورق. اليوم مجلس التعاونية معين خدمات تعاونية ما نعرفوش حتى كيفاش يتم توزيعها ثم شبهة فساد كبيرة تحوم حول هذه التعاونية. طالبنا عديد المرات بضرورة فتح ملف التعاونيات خضوعها لقانون الجمعيات بما في ذلك انتخاب أعضاء المجلس متاعها. هذا الكل ما لقيناش أذن صاغية. اليوم لقينا روحنا مجبورين لابد من الاحتجاج. إن شاء الله الاتفاق لقاء اليوم في حل هذا المجلس الغير شرعي وإعادة انتخابه. ممكن حاجة أخرى تحركنا من أجلها وهي منحة المغادرة بالنسبة لزملائنا اللي يحالوا على شرف المهنة. حاولنا عدة المرات اليوم كنا نلقاو معناها مبلغ ما يتجاوز 400-500 دينار منحة مغادرة لأناس قضت أكثر من 3 عقود من عمارها في خدمة البلاد هذه مع أموالنا اللي هي تقتطع داخل هذه التعاونية نحسبوها يعني حتى الإنسان البسيط مؤكد أنه ثم شبهة تلاعب وشبهة فساد تحوم حول هذه التعاونيات. اليوم كانت وقفة وإن شاء الله سيصدر بعد حين بلاغ النقابة الوطنية بحل هذا المجلس في انتظار إعادة معناها انتخاب مجلس يكون منتخب ويمثل كافة وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية. هذه المطلب الأول. المطلب الأول اللي اليوم إن شاء الله وقفنا من أجله أمام المقر التعاونية. الوقفة الكبيرة اللي إن شاء الله بس تكون كبيرة أمام وزارة الداخلية من أجل عديد الملفات سأتي عليها اتباعا وحسب الأهمية. عن القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي ليعلم الجميع وهذا الشيء اللي يمارس معناه نوع من العبودية على رجل الأمن وهذا للأسف أساسا في تونس ممكن في غايتهم أنه يقع تطويع دائما المؤسسة الأمنية. اليوم ليعلم الجميع وأنه المؤسسة الأمنية تقاد وحط تحتها ستر بالقانون عدد 70 لسنة 82. من سنة 82 القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي لم ينقح من الغرائب وعجائب الدولة في 2019 وأن هذا القانون يتعارض في عدة فصول معه مع دستور الجمهورية الثانية. القانون هذا اللي طالبنا من 2011 واعتبرناه على رأس الأولويات إلى حد هذه الساعة باقي يروح مكانه. كافة المشاريع اللي قدمتها النقابة الوطنية لم يقع البت فيها من بين المطالب المهنية عديد المطالب في تسوية وضعيات كما زملائنا من ضباط شرطة المساعدين هيئة الرقباء أصحاب الشهادة العلمية اللي تم معناها البت فيها في عدة وزارات أخرى باستثناء وزارة الداخلية للأسف.
الشيء اللي خلانا معنا نمشيو من اجل التحرك من اجل مطالبه بحقوق اعتقد مشروع مشروع ما فيه حتى لبس به. نرجع للنقطه الاساسيه وهي كثره الجرائم. حكينا عن الجانب الايجابي وهو اليقظه نتاع ادارتنا الامنيه والسرعه في التحرك. مصطفى نخليك لك انت كلمه بما انك اختصاصك يعني علم الاجتماع، علاش هالجرائم هذه كثرت في بلادنا وراهي المنستير كيفها كيف غيرها؟ احنا في المنستير بالاساس ولايه المنستير سي مراد كي نتكلموا نحكيوا على كثره الجرائم هذه، لانه قبل المنستير بالذات ما كناش نسمعوا فيها نوعيه الجرائم اللي قاعدين نشوفوا فيها تو. يعني جرائم القتل كانت فيل في المنستير، يعني كانت مره في القداش من عام تسمع فلان قتل ولا فلان شنق روحه ولا فلان، معناها الجرائم هذه ما كناش نشوفوها قبل الحقيقه. معناها مصطفى علاش كثرت الجرائم هذه؟ السرقات، الجرائم المنظمه، البراكاجات، السطو على كل يوم نسمع مصيبة، علاش كثرت؟ شوف عسلان، من بين الأسباب الطبيعية هي الحاجة والفقر، وحاجة الأخطر هي علمية نفسية اللي الإنسان البسيط يحس جاره أغنى منه وجاره عنده الأموال الطائلة اللي يصرف فيها فيما لا يعني، وهو اللي يجد قوت يومه لهنا يحس بالغبن ويحس يعني بالضيم اللي يخليه ويسمح لروحه، خاصة اللي هو يكتسح مجال مش مجال متاعه يعني مجال متاع جاره، وبطريقة وحشية أدت حتى إلى قتل. إن نذكر مازال كامل السيد ذا الله يرحمه، جيرانه كل كي تحكي على الطيبة نتاعه وتحكي على الثراء نتاعه، ولكن في هي مسألة عائلية بحتة حسب ما يراج لهنا. المسألة الخطيرة اللي مدينة المنستير اللي كانت تعتبر يعني في عهد بورقيبة حب يعملها سويسرا، سويسرا نتاع تونس، كانت مدينة آمنة. توا الحقيقة يعني أقولها بكل تحفظ وبكل صراحة من ناحية أخرى، اللي أصبح يصعب فيها العيش ولينا نخاف على ديارنا. أنا واحد من الناس يعني ضريت على فكرة مصطفى، زعيم بورقيبة أراد من تونس كلها أن تكون سويسرا وليس المنستير فقط، هذا يمكن ما يروجه بعض دعاة التمييز الإيجابي. لهنا أصبحنا نستندوا الكاميرات المراقبة ولينا حتى خايفين على ديارنا، ما عادش نخرجوا. أصبحت السرقة في وضح النهار، الجار واللي يخاف على روحه ويخاف على جيرانه، ولكن المشكلة هي مشكلة أمنية بصفة عامة ومشكلة اقتصادية بصفة أخص. نرجع نحب نعرج على كلام سي مراد، لماذا الشرطة الفنية أصبحت يعني لهنا عندها ثقل كبير؟ لما أنت نعمل مقارنة بفرنسا مثلا، الباسبور اللي نخرجوه في البلدية، المضامين تخرج في البلدية، البتروا تخرج في البلدية، بطاقة تعريف تخرج بالبلدية. لهنا وزارة الداخلية بخلاف الأنشطة المتعددة والكثيرة جدا، والمواطن اللي هو أمني اللي هو مواطن بصفة أولى يخدم في 12 و14 ساعة و24 وساعات، يعني نفس الشخص تراه كل نهار وتراه العشية وتراه في القهوة يراقب، تراه في استاد يعس على المتشوات، تراه في يعني في أغلب القاعات الرياضية، ومن غدوة تلقاه أنت في مركز الشرطة، تلقاه في مركز الاستمرار. يعني تقول له سيدي الكريم يعني وقتاش ترتاح؟ يقول لك الله غالب هذاك واجب الخدمة متاعي. 197 تكلمها في أي دقيقة تلقى يعني شكون يجاوب عليك، شرطة النجدة في أي دقيقة تلقاها موجودة. لهنا شكر كبير للأمن، ولكن صحيح اللي الأمن غير مستتب بصفة كبيرة، ولكن مقارنة بمناطق أخرى مدينة المنستير لربما ما زالت تحافظ على الطيبة نتاع أهاليها، ما زالت تحافظ على الأمن نتاعها، ولكن الوازع الاقتصادي هو من أهم الأسباب اللي تلز المواطن التونسي باش يسرق. راهو من غير المسموح به اللي 700 دينار و800 دينار ما زالت تعيش، راهي زوز ملايين ويا ربي نعيشوا في تونس. يعني الحارة نتاع العظم ولات ب 1000، الشكشوكة هذول تكلف ب 7000. تو يلوجوا على حارة نسيه، حارة عظم ما قدرناش عليها احنا. لهنا تحيه اكبر واجلال، يعني مش رمي ورود، ولكن شكر لكل الاعوان خاصه في مدينه المنستير. لما نسمع احنا في مدينه قصر هلال يعني عميل في الحمايه المدنيه يقع وحرق سيارته، لماذا؟ يعني هذا هنا سؤال استنكاري مش سؤال يبحث عن الاجابه. في الصيف تلقى كان الامن هو اللي حافظ على الامن نتاع المواطنين، ولكن رغم هذا فما برشا نقائص. ادعو وزاره الداخليه من المنبر هذايا اللي على القليله نورنا فيما يخص الشرطه الفنيه، نحيو شويه العبء على الامن، وخاصه اللي هو يكفيه ما يكفيه من المهام. السيارات الاداريه اللي خاصه وزاره الداخليه صدقني يعني شيء حشم، كي تشوف انت مهندره راكبين فيها 6 اعوان وترى ترقد 4 ساعه باش ياخذوها اعوان اخرين،
يعني مقارنة بوزارات أخرى. السيارات الأودي كتخوفان على الأودي ب 22 مليون ب 50 مليون يعني شيء حشم. هنا نداء إلى كل السياسة لتغيير القوانين باش يحس الأمن التونسي اللي هو مواطن باش يحس بحقوقه. شاركوا في الانتخابات وخاصة شاركوا في إعطاء الرأي في إصداء الرأي واسمعوا راهو صاحب تجربة هو نجم يفيدك. فقط في إطار الدعابة مصطفى قبل ما نعطي كلمة سي مراد، أنت قلت صحيح ما الملحوظ اللي عملتها على السيارات الإدارية تاع وزارة الداخلية. بون كما قلت لك في إطار الدعابة خلاو الكراهب القديمة معناها يعني ما جدوش كراهب أودي اللي تحكي عليهم أنت هما هكاك ويجعلهمش يضمنوها وزارة الداخلية باش يكملوا يعطيوها فيراري ولا يعطيوها أودي ولا حاجة تطير تيران تولي ما عادش مضمونة بالكل لا في الأفق القريب ولا في الأفق البعيد. نخلي لك الكلمة سي مراد. فعلا ما الدكتور يحكي على المسائل والله بارك الله فيك وشي يفرح كي نلقى إنسان المجتمع المدني ويحكي على مشاكل الأمنيين. أكثر من ذلك عندنا وحدة أمنية بدون وسائل. جدي بيان بدون وسائل يعني رئيس المركز أو الأعوان يخدموا على وسائلهم الخاصة. اليوم كنشوف اني الخضم واش عملت المشاكل في مخص السيارات الفارهة اللي تم منحها لرؤساء بلديات. نحط نقطة استفهام، نشوف بعض الهيئات اللي ما نحبش نذكرهم، هيئات تم صرف عليها مليارات في وسائل. هيئة الحقيقة والكرامة مثلا ما قدمت لتوانسة حتى شيء. يعني يجي الأمني اليوم رجل الأمن علاش ديما نحييه بالرغم النقاص. اليوم فضيحة لوزارة الداخلية عديد الأمنيين اللي يصابوا معناها أثناء العمل بتاعهم سي عبد السلام يعالجوا نفقتهم الخاصة. يعني وكان مش الروح المعنوية والوطنية اللي يخدموا بها عشان يجب لا والجرحى متاع الأمنيين متاع 2011 للتوى فما شكون كروشهم محلولة للتوى للدوات ثم الدواء ثم ناس ضحايا أعمال إرهابية ألا ما تدخل نقابة وتجري وتولي فضايح وتو تحبوا معناها تحبوا هالدولة بعد 2011 توفر لكم أودي يا أخي ساعدها أنه أمني طارد إرهابي باش يشدوا بأودي مو خليه يكروت بكل الكرهبة اللي عنده من قداش من عام يهرب المتطرف على روحه ويكملوا أمورهم وكل شيء. هذا هو هذه هي الإرادة معناها الحقيقة مش حتى في إطار الدعابة ما تنجمش تلقى إكسبليكاسيون أخرى. أنت معناها كي تشوف السيارات الإدارية نتاع الأمنيين ما تلقاش إكسبليكاسيون أخرى ما بيساعدهمش أنه يتشدوا الجونات والمجرمين والسارقين والإرهابيين والمتطرفين وكل ماذا بينا هذوك ما يخلطوش عليهم البوليسية يعني على سبيل الدعابة قبل يعني كنا في الماتشوات يعني كنا مشاغبين نسمع حس الباقة من بعض كيلومتر يلا الباقة جات يعني لهنا الحس متاحة يعني يخليك تهرب. الشماد كنا مستنسين بها الشماد لتو حية يعني أكبر من الجيل هذا يعني عمرها أكثر من 30 سنة مش يدخل المعهد الوطني للتراث السيارات متاحهم أي يعني لهنا لابد من تجديد الأسطول وأكثر من هيك لابد من تجديد العقلية متاع المواطن. راهو الأمني هو مواطن هو أبوك هو أخوك يعني ما فماش حتى عائلة تونسية ما فيهاش أمني ولد العائلة. وصدقني راهي الأم لهنا تحية لكل الأمهات وقت اللي ولدها يخرج نحكي عن الأمنيين وقت اللي ولدها يخرج في مهمة بسيطة ولا مهمة كبيرة يبدأ إيدها على قلبها إلا ما يروح لها ولدها وتقول له إن شاء الله الرجعة الخرجة متاعك بالرجعة إن شاء الله يعني فداك تونس وتونس للول يعني وطن هو تونس وأمنا هي تونس. حاجة أخرى بالله فيما يخص كثرة الجرائم اليوم كي نشوف القانون يعملوه جديد في سماع المظنون فيه وتقليص مدة الاحتفاظ وحضور المحامي أثناء البحث والله للأسف راهو كلام ممكن برشا عباد مش هترونيش في الرأي ولكن من موقع المسؤولية والله نمى ظاهرة السرقة بشكل كبير لأنه حشاكم شرذمة من المنحرفين القاء الغطاء القانوني بين قوسين ويدخل الحبس ويخرج وما يدخلش يبدأ متورط في قضايا لأن شفت قضايا هو متورط فيهم ولكن يدخل معه محامي يدخله من يخرجه من الغادي ويطلع كان شيء لم يقري شنو يقول بالضبط ما عادش الدور الزجري اللي كان تلعب المؤسسة الأمنية ضد المجرمين والمحارفين والخارجين عن القانون ما عادش. حاجة أخرى نحس تولات في تونس ثم وهذا تولي مسؤولية العائلة التونسية ثم نوع من التفكك الأسري. اليوم كنشوف وليدات صغار 12 و13 و14 سنة يعني في الشارع وين العائلة زادة غايبة. حاجة أخرى علاش ديما نحمل المسؤولية للسلطة السياسية لأني نلقى روحي مجبر باش نتذكر كلمة للمجاهد الأكبر وأنه رجل السياسي خمم في الانتخابات القادمة والرجل الدولي خمم في الانتخاب في الأجيال القادمة بالضبط. اليوم ما ريتش حتى إنسان يخمم في الأجيال القادمة الكل تخمم في انتخابات ومن أجل أنه يربح في الانتخابات الجاية يحطم مش جيل أجيال بلاد كامل بلاد كامل شيء أسف.
باهي سي مراد، نرجع للحديث عن المؤتمر اللي باش ينظموا نقابة قوات الأمن الداخلي. هالمؤتمر هذا سمعنا كونه إلى جانب المطالب هنالك حقائق سوف تكشف، حقائق سوف تطرح للملأ، على الملأ. شنو نوعية الحقائق اللي باش نسمعوها في المؤتمر هذا؟ والله ما نسبقش الأحداث لأنه لكل حدث حديث. يوم 4 فيفري إن شاء الله وتكون دعوة لكافة وسائل الإعلام. الفساد اللي ينخل وزارة الداخلية، الأطراف اللي تحب تحط يدها على وزارة الداخلية، هذا مهم جدا. المشاكل اللي تعاني منها وزارة الداخلية، كل هذه الأشياء وكل العوائق اللي ما تخليش رجل الأمن يقوم بالدور المناط بعهده في حماية البلاد والعباد سيتم الكشف عليها. والنقابة الوطنية يعرف الناس كل تاريخها، النقابة الأم ستكون بالمرصاد لكافة كل من تخول من نفسه المسمى رجل الأمن ولا من أمن البلاد هذه، سنكشفهم وما نشبش خافوا من حتى حد. وهذا المطلوب سي مراد، هذا هو المطلوب. دونك توا التحرك هذا أكيد باش يكون عنده أبعاد سياسية قوية جدا وأبعاد ايضا اعلاميه قويه جدا، باش تكون تم تغطيته من كافه وسائل الاعلام. دونك وسائل الاعلام تقريبا كلها باش تكون حاضره، لانه النقابه الوطنيه بعثت معناها ديفاكس لكافه وسائل الاعلام حسب ما سمعت. وان شاء الله تنشوفوا شكون وسائل الاعلام الوطنيه وشكون وسائل الاعلام اللاوطنيه اللي تخدم في اجنده اخرى. دونك هذه دعوه باش تم تغطيه، لانه كما قلت قيل كونه ستكشف عديد المسائل وفي غاية الأهمية كما كان يعدد فيها سي مراد توا. إن شاء الله الإعلام يحاول يغطي باش يوصل للشعب التونسي، وحتى كان ما حاولش أن نكونوا حاضرين ونعديوها أون ديريكت المؤتمر هذا. أنا في بالي تنحات وزارة الإعلام والناس كل تحكي، معناها الكل على إعلام حر، سنرى من سيكون تابع الإعلام بالضبط الحر. هذا هو هذا هو سي مراد، كل معنى الغالبية أنها تابعة الإعلام الحر، وهذا مشكوك فيها ما ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا متفائلين به. باش نختموا سي مراد، تحبش تتواجه بكلمه؟ شو تحب تقول؟ بالله من خلال منبرك نحب مره اخرى، لانه اللي كنت حاضر على المكان، تحيه الى كل اهالي مدينه منستير وخاصه الى اهالي مدينه منزل كامل، لانه المصاب الجلل. وهذه مناسبه اخرى باش ترحموا على ضحيه العمليه الغادره واللي معناها كانت عمليه بشعه. نحيي كل اهالي مدينه منزل كامل للرقي نتاعهم واللي معناها تحركهم الاحتجاجي اللي كان حضاري. مره اخرى نحييهم، وان شاء الله في القريب العاجل سيتم الكشف على ملابسات الجريمه اللي وقعت. نحب كذلك تحيي لكل اهالينا في مدينه المنستير. طلبي منهم انهم يكونوا لجانب المؤسسه الامنيه. أراه المعالجة الأمنية فقط لا تكفي، لابد من إعلام على كل طارة في الإبان. ثم أرقام النداء يتصلوا بها كل مرة وحاجة معناها تثير الريبة والشك. في الختام تحية وقبلة على جبين كل أمني هو تو موجود في الطريق ويأمن في البلاد هذه، هذا واجبنا مش باش نرجعوا عليه، خاصة في هذه الظروف نتاع الطقس الحالية البرد لرجل القارس. الأمن هو اللي يأمن التظاهرات الرياضية الثقافية المدرسية وغيرها، مش حاجة جديدة عليه. بالرغم من النقص في العتاد في العنصر البشري، ناس قاعدة تضحي على حساب صحتها وصغارها. إن شاء الله الساسة اللي يقودوا البلاد اليوم يفيقوا على أرواحهم، لأنه كفاء رجل الأمن ما قدم من تضحيات قبلة على جبين كل أمني. وإن شاء الله المؤسسة الأمنية بمعية المؤسسة العسكرية بمعية كل شرفاء هذا الوطن ستبقى بإذن الله تونس حرة مستقلة للدهر. إن شاء الله بكم سي مراد، تحية لكل أمني كما قلت أنت، ونترحم مرة أخرى على أهالي اللي فقدتهم ولاية المنستير في هذه الجرائم البشعة. ربي يسهر نصبر إن شاء الله أهاليهم، وإن شاء الله كما قلنا من خلال المنبر الحر هذايا دعوة إلى كل المسؤولين على وزارة الإشراف وزارة الداخلية أنها تهتم بالنقائص نتاعها، أنها تحسن في الأسطول نتاعها، أنها تزيد في العتاد نتاعها، وأنها أيضا تكثف العنصر البشري إلا أصبح ضرورة مطلقة توا حاليا. يعطيك صحة سي مراد، سعدنا باستضافتك اليوم. كنكون وصلنا لختام هذا الجزء، نعود بعد الفاصل.